عندي بداية باش نقول لك حاجة. نحبك. عايزك حطينك يا خويا. ها ربي حالي. 99.9% من الولاد ديجا عاشوا الحاله المكربه اللي كنا نشوفوا فيها توا اللي هي الفريند زون. والفريند زون هو انك تبدا تحب في طفله حب عميق، وهي كيف كيف تحبك في حب عميق. اما كي خوها ها ربي حني، وقتاش تعرف روحك اللي انت في الفريند زون؟ كي تبدا الطفله من كثرة ما استنست بيك تغلط فيك وتأنفك ردك ماما. اش عملت بيبو البارح؟ مشيت انا وميمي وجيجي وسني ولا ولا لا وسوسو خلطت علينا مانوشه. مانوشه شكون ما عيطوليش؟ شبيني يا بنتي عاش اختي. يا امين تليفونك مسكر البارح، نطلب فيك وانت تليفونك مسكر. ايوا انت وين مشيت البارح؟ انا مشيت حاجة أخرى صحابي، طفلة كي تبدأ تبوس وتعنك فيك بزايد هذا لا يعني أنه حب. وشنو معناها نحبك يا خويا؟ شنو هيك يا خويا؟ ما فهمتش. شنو خوك خويا؟ بلاي لحظة بركة، لحظة بركة. بس أمك هدي بطاقة تعريف، اجي بدي بطاقة تعريفك ثبتي فيها، شوفي لقبك، لقبك ولقبي كيف كيف، تجيو خويات نورمال. تحبوا كان الميكانيك. هو راهو كي تجي تشوف بلاي فسرش حبيت تعمل. تو مثلا نحن الولاد تجينا اي طفله حتى ما نعرفوهاش تقول ايسو في انحبك، طول انحبك يا حبي يا عزيزتي يا المير حياتي يا كاراتي قلبي يا امور كده. بسم الله. حذامي حذامي انا ويكو فينا حذامي اصلا ما عادش نسمع اسمك الجمله. يا ام حنان تفضل سامحني. ليه نحبك؟ انا بيدي نحبك ملي انا صغير، عندي تصور كل في البيت خليتها كل ملي انا صغير. اما نحبك تشجلي تليفوني شبيه حبك الميكانيك. وقتاش تعرف عاد اللي هي خلت اصلا وماكش خارج من فرنزون حياتك الكل؟ تبدا تعرف طفله وصحاب انت وياها ملي عمرك صفر، تبدا تحب فيها بلا مره حكيت عليك، ديما تحكي على اصحابها ومع شكون خرجت مع معتز مع لطفي مع خليل ومع شبيع الكل. في الطبيعة هناك رابحون وخاسرون. امين قابلت لسعد البارح، تشوف محليه يا امين لبيس وبوكوس ومزيان حبوا امين امان. ثاني مكان الميكانيك